يا امير اهلا بيك، هاي نورني في اون سات. ربنا يخليك. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. في الفتره الاخيره انت اعلنت تضامنك مع الاحداث وانت ما خفتش، فانا عايز اسالك انت ازاي ما خفتش ان ده ممكن ياثر على عملك في الافلام العالميه؟ هو اثر طبعا، غير ان انا خسرت ناس او عرفت حقيقه الناس، اغلب الناس والشغل. بحس ان القضيه دي اهم من اي حاجه، اهم من اي شغل، اهم من اي دور. أنا دوري الأول كإنسان إن أنا أساعد أو أوصل صوتي، طالما عندي صوت وعندي بلاتفورم وعندي إمكانيات إن أنا أقدر أعمل حاجة، ليه ما أعملهاش؟ لو في الآخر هيساعد حتى لو نسبة صغيرة. شجاعة كبيرة منك، لأنه في فنانين كتير ممكن يخافوا ياخدوا خطوة زي ديت، وخاصة إن أنت أوريدي بتشتغل برا وبتعمل أفلام عالمية، ف يعني خطوة شجاعة جدا منك. بحس ان لازم تاخد موقف سواء كده او كده، ما ينفعش تبقى في النص. لو اخدت، لو قلت حاجة بس مش باينة، بحس ان ده هيبقى مضر اكتر من ان انت تقول لا انا ضد انا. انا خسرت شغل. في ناس انا ايه ده حصل فعلا؟ كان في حاجة كانت معروضة حصل. عليك؟ كانت اوريدي معروضة عليا، اوريدي عملت ميتينجز اتفقنا، وده كان حصل اصلا قبل ما رحت بافتا. كان حصل في البداية لما نزلت فيديو كده، بس في الآخر اتضايقت طبعا، بس ما اتضايقتش قوي. يعني حسيت ان الرسالة بتوصل.